السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسيدة حرم، ضيوف مصر الكرام، السادة الحضور. من سنتين فاتوا أول ما بدأت أزمة كورونا، أجيال مختلفة عرفت معنى الألم، العزلة، الخوف من المجهول، من فقدان شخص عزيز علينا. نسينا طعم حاجات كتير حلوة في حياتنا، لمة العيلة، فرحة العيد، حتى خروجة السينما. عرفنا قيمة كل لحظة في حياتنا. كنا بنسأل نفسنا إزاي؟ إزاي جيلنا هيكمل؟ هو العالم فعلاً بينتهي؟ إزاي هنرجع الأمل تاني في بكرة؟ إزاي هنستعيد جزء من الثقة في إننا لسه عايشين في أمان؟ المفاجأة إنه في عز صراعنا مع وباء كورونا، عنوان المستقبل الجديد فرض نفسه علينا، وحدة المشاعر الإنسانية. الوحدة اللي اتمثلت في موجات التصفيق الحاد اللي خرجت من بلكونات بيوت العالم كله، وهم في استقبال الأطقم الطبية، وهم راجعين لبيوتهم بعد أسابيع من المعاناة والتضحية. بما إن الرحلة لسه ما انتهتش، فحقيقي هم يستحقوا مننا تحية تانية النهاردة. في عز الأزمة سمعنا أصوات، أصوات بتغني، بتقاوم العزلة بالموسيقى. من أغنية للست أم كلثوم في شارع من شوارع أوروبا، لمزيكة بيلا تشاو في شارع من شوارع وسط البلد في القاهرة. كأننا بنطمن بعض إن مصيرنا الإنساني واحد. في عز اللحظات الصعبة انتصرت الإنسانية بالفن. كانت الفنون والإبداع هما الحل علشان نهون على بعض وعلى نفسنا صعوبة الأيام. الإبداع اللي خرج لنا أبليكيشنز كتير كانت السبب في إننا دايماً نفضل على تواصل مع عيلتنا، مع أصدقائنا، مهما بعدت ما بيننا المسافات. الإبداع هو اللي خلى فنان يقدر يعبر برشته في رسمة بيرسمها عن كل مخاوفنا، ولكن كمان عن أملنا. الإبداع برضو هو اللي رجع لمة العيلة المصرية تاني، لمة العيلة في جميع أنحاء العالم، وهم مبسوطين بمتابعتهم لمعارض والحفلات حتى لو كانت افتراضية. الفنون فعلا جميلة، جميلة بكل أشكالها وألوانها، وهتفضل دايما وسيلة التواصل بين كل شعوب العالم مهما اختلفت لغتنا. السيدات والسادة، أهلا بحضراتكم من جديد في افتتاح مسرح شباب العالم في دورته الثالثة. Mesdames et messieurs, bienvenue à la troisième édition du Théâtre mondial des jeunes. Ladies and gentlemen, welcome to the World Youth Theatre in its third edition. شعارنا دايما هو الفن لإحياء الإنسانية، وعلشان كده راجعين نكمل اللي بدأناه، راجعين للاحتفاء بالإنسانية. على مدار ثلاث أيام هنشوف عروض من مدارس فنية مختلفة من جميع أنحاء العالم، ولكن كلهم اجتمعوا على حاجة واحدة، إن الحياة لازم تكمل، وعلشان كده We are back again. مسرح شباب العالم بدأ كمنصة للعروض الفنية، هدفها الرئيسي كان تسليط الضوء على كل المواهب الشابة في جميع أنحاء العالم، ولكن مؤخراً أصبح دوره أكبر بكتير من الأول، وده بعد توصيات السيد رئيس الجمهورية بضرورة تأسيس ورش فنية تجتمع هنا في شرم الشيخ وتصنع أعمال فنية عشان تكون ثمرة حقيقية لمنتدى شباب العالم. النهاردة مسرح شباب العالم مش بس بيعرض الأعمال الفنية، ولكن أيضاً بيشارك في صناعتها. الأغنية اللي هنسمعها دلوقتي هي نتاج واحدة من الورش الفنية اللي أسسها مسرح شباب العالم في دورته الثالثة. خمس لغات مختلفة، ولكن بيجمعهم إحساس واحد، شعور واحد، هو الأمل. الأمل في رجوعنا للحياة الطبيعية.